وانت ماشي في الدنيا دي هتلاقي شوية ناس بيحاولوا يشككوك في اختيارك لدينك، وهتسمع منهم افكار زي انت مسلم فقط عشان انت اتولدت لقيت نفسك مسلم، وفي اسرة مسلمة او بلد مسلم، الفكرة دي طبعا غلط. على فكرة انت ممكن ما تقدرش تغير عرقك ولا جنسيتك ولا اهلك ولا قبيلتك، الحاجات دي كلها اتفرضت عليك. الحاجات دي كلها مش من اختيارك، لكن الدين ده اختيار وتقدر تغيره في اي وقت، تقدر تغيره حتى وانت قاعد بتتفرج على الفيديو ده، محدش هيعرف ولا حد هيقدر يمنعك، صحيح انت اتولدت مسلم، لكن استمرارك على الدين ده بسبب انك رضيت بيه واقتنعت بيه، وصحيح انه قدرك ان ربنا كرمك انه خلاك تعيش في بيئه ماشيه على الدين الصحيح، دين الفطره، وما اضطريتش انك تدور عليه بره البيئه دي، لكن حتى لو اتربيت في بيئه مختلفه وعلى دين تاني وقررت تبحث عن الدين الصحيح بقلب سليم، كنت هتوصل له برضه في الآخر. بص حواليك في العالم شرقه وغربه، هتلاقي أكتر من 2 مليار مسلم من كل البلدان والثقافات، منهم اللي اتولد لقى نفسه مسلم، ومنهم اللي بحث عن الدين الحق ووصل للإسلام. بمناسبة موضوع الإيمان، في سؤال محير بينطرح باستمرار. هل قرار الإيمان بيجي من العقل؟ صحيح إن زي ما إحنا المصريين بنقول ربنا عرفوه بالعقل، لكن الحقيقة إن اللي بياخد قرار الإيمان هو القلب، مش العقل. تعالى أشرح لكم إزاي. في موضوع الإيمان تحديدًا، العقل مجرد أداة إدراك، زيه زي البصر والسمع واللمس، مش أداة قرار، يعني من الآخر زي ما بتسمع حاجات معينة بودنك وتبصر حاجات معينة بعينك، أنت بتعقل حاجات معينة بالمنطق، وفي الآخر كل ده بيروح للقلب، والقلب هو اللي بياخد القرار، يؤمن أو ينكر. لو رجعنا للقرآن هنلاقي عشرات الآيات اللي بتتكلم عن الإيمان، هنلاقيها كلها بتتكلم عن القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اليوتيوب مليان بالاف الساعات من المناظرات بين المؤمنين وغير المؤمنين هل ده معناه ان المنطق تايه ومفيش حجه عقليه مقنعه للكل لا ابدا الحق موجود وواضح وضوح الشمس الفكرة بس ان القلوب مش كلها قبلت الحق ده لو كان الايمان بيجي من العقل فقط كنت هتلاقي العالم مقسوم نصين كل المتعلمين والاذكياء مؤمنين وكل العامة والبسطاء ملحدين وكفار العلم مع فساد القلب بيعطي الانسان وهم القوة انه يقدر يتمرد على اللي خلقه عشان كده طبيعي تلاقي اتنين علماء عباقرة وحائزين على اعلى الدرجات العلمية الاتنين مذهولين من اكتشاف علمي معين هتلاقي واحد منهم بيقول سبحان الخالق العظيم والتاني بيقول ما أعظم الطبيعة أو التطور أو الصدفة المشكلة هنا مش في عقلهم لأن الاتنين عقلهم شاف نفس الأدلة والشواهد والإعجاز لكن واحد منهم قلبه قبل واستسلم والتاني قلبه رفض وتكبر على فكرة وجود خالق وافتكر نفسه بشوية العلم اللي عرفهم أعلى منزلة من المؤمن الجاهل الرجعي طبعا العلماني لما يسمع الكلام ده هيقولك دي دعوة لإلغاء العقل مع أن ديننا أكتر دي أمر إننا نعمل عقلنا ونتفكر ونتدبر عشان في الاخر القلب يؤمن وهو مطمئن وهتهمك انك شعوب عاطفيه بتجري ورا حاجات تخدرها معنويا صدقني الموضوع مجرد تكبر من الحاجات اللي كانت بتحيرني وانا صغير فكره التكبر على الاله انا اعرف ان الواحد ما يكونش مقتنع فما يؤمنش لكن لما كبرت شويه فهمت يعني ايه التكبر بعض الناس عندها رفض لفكره انهم يكونوا خاضعين لحد، اي حد، حتى اللي خلقهم، مع ان ديننا اصلا اسمه الاسلام، يعني الاستسلام للخالق. الكوميدي في الموضوع ان نفس الشخص ممكن يكون خاضع لمديره في الشغل، او لابوه، او للقانون اللي في بلده، او حتى لشهواته ورغباته، يعني هو كده كده خاضع، لكن عنده استعداد يخضع لاي حاجه، الا للاله اللي خلقه من العدم وخلق الكون كله. الخضوع لله عزة والخضوع لغيره ذلة، لما تكون خاضع لله فأنت مع الفريق الأقوى، الفريق الأقوى ما بيخضعش لمخلوق أو لرغبة، ما بيخضعش حتى لعقله أو هواه، صحيح إن العقل هو الطريق للإيمان، لكن اللي بياخد قرار الإيمان أو عدم الإيمان في النهاية هو القلب، ربنا يصلح قلوبنا جميعا، في النهاية ما تنسوش اللايك والشير.